انا هاخد الذهب دلوقتي يا شباب، عايز اخد الذهب شراء. هنقفل الصفقة على 1200، العملات يعني أنا بفكر أخد اليورو ين عند المنطقة اللي هي 148.60، اليورو دولار ما فيهوش أي حاجة، الدنيا زحمة، الدولار ين برضو ممكن بيع عند 138.70 على أساس ناخده ل 138.40، يبقى فيها حوالي 30 نقطة. يعني لو طلع تاني دلوقتي ل 136.70 هناخده بيع. الباوند دولار ما فيهوش أي حاجة، فإذا الدولار ين 136.70 منتظرينه بيع.